أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحديث الثالث من أحاديث باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف. أيضا هذا الحديث يتعلق بعلم الإمام وارتباط ذلك بليلة القدر. عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، يقول ينزل فيها كل أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد، إلى آخر الحديث الشريف. الله سبحانه وتعالى أنزل آيات حول ليلة القدر في سورة القدر، وهي سورة كاملة حول هذه الليلة، وكذلك في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هو المقصود بيفرق فيها؟ وما هو المقصود بقوله كل أمر حكيم؟ وهذا الإنزال يكون على من وبأي غرض؟ أما بالنسبة إلى الحكيم في قوله كل أمر حكيم، فهو بمعنى المحكم، لأن صيغة فعيل قد تستعمل في اللغة العربية بمعنى الفاعل، وقد تستعمل بمعنى المفعول. مثلا نقول شريف معناه أنه ذو شرف، فهنا بمعنى الفاعل. نقول قتيل بمعنى المقتول، فهنا بمعنى المفعول الذي وقع عليه الفعل. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول: فيها يفرق كل أمر حكيم. ما المقصود بالحكيم هنا؟ اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ يقول عليه السلام: إن المراد به معنى اسم المفعول أي المحكم، لأن الأمور قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، سواء في الألفاظ أو في غير الألفاظ. مثلا بالنسبة إلى الألفاظ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم هو الذي دلالته ظاهرة لا يحتمل معنيين أو معاني، المعنى واضح كقوله: قل هو الله أحد. هذه الآية من الآيات المحكمة التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، أو كقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. هذه آية من الآيات المحكمة، لا يمكن تشبيه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. ولكن هناك آيات متشابهات تحتمل أكثر من وجه، كقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل النظر هنا بمعنى الرؤية بالعين أو الرؤية بالقلب أو بمعنى المنتظرة لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ هذه آية متشابهة تحتمل أكثر من وجه. يد الله فوق أيديهم، هل اليد هنا بمعنى الجارحة أو بمعنى القدرة؟ هذه آية متشابهة. الآيات المتشابهة يجب إرجاعها إلى الآيات المحكمة فيتضح المقصود منها. من الذي خوله الله سبحانه وتعالى لإرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة؟ هم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم رسول الله والأئمة من أهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام. هؤلاء يرجعون المتشابه إلى المحكم فيتبين معنى المتشابه، لكن إذا واحد تجاوزهم لم يرجع إلى رسول الله أو إلى الأئمة من بعده قد يعكس الأمر، يعني يرجع المحكم إلى المتشابه، يتصور المتشابه هو المحكم والمحكم يتصور هو المتشابه فيؤول المحكم ويتمسك بالمتشابه. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذا ترى المسلمين اختلفوا في كل شيء، في العقائد هناك جماعة ينتحلون الإسلام وهم مجسمة، يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم، أو الآيات التي هي في صفات الله سبحانه وتعالى يعتبرون كلها من الآيات المحكمة ولا يقبلون تأويلها، فإذن تجري بأعيننا يقولون إن لله سبحانه وتعالى عين، لا أنه يفسرون العين بالرحمة، لله يد لأنه والسماء بنيناها بأيد، أو يد الله فوق أيديهم، وهكذا وهلم جرا. يجسمون الله سبحانه وتعالى، يتمسكون بالآيات المتشابهة. وهكذا بالنسبة إلى مسائل أخرى، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم والفيصل، لكنهم لما تركوا الحكم والفيصل ضلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله من بعده يقول: ما إن تمسكتم بهما، يعني القرآن وأهل البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا مفهوم هذا الكلام إذا لم تتمسكوا بهم فتضلون. زين، هذا بالنسبة إلى المحكم في الألفاظ. وكذلك لنا المحكم في الأحداث والمتشابه في الأحداث، يعني هناك قضايا تحتمل أكثر من وجه، هذه القضايا صدرت أو تصدر لأي وجه من الوجوه. أنت الآن تشوف المسلمين أحيانا يتناقضون في تفسير فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في تفسير حدث من الأحداث التي كان بتقدير من الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا الحدث صدر؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ابتلى قوما، هل هذا الابتلاء عقوبة؟ هذا وجه. هل هذا الابتلاء امتحان؟ هذا وجه آخر. هل هذه العقوبة تمحيص وتمييز؟ هذا وجه ثالث ورابع. هل هذا الابتلاء لأجل رفع درجاتهم هذا وجه آخر، هو حدث واحد، بلاء واحد، لكن فيه أكثر من وجه، لأن الله سبحانه وتعالى تارة ينزل البلاء للعقوبة، وتارة ينزل البلاء على أوليائه لرفع درجاتهم، وتارة لامتحان الناس، وتارة لتمييز المؤمن عن المنافق، وتارة لتمحيص المؤمن لكي يخلص من ذنوبه. فهذا حدث واحد. ما هو المقصود به من المتشابهات؟ كيف نعرف ذلك أنه المقصود هو من ذلك الحدث أي شيء؟ لازم نراجع إلى الراسخين في العلم، وإذا لم نجد جوابا فنوكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، نقول لا نعلم. في هذا الحديث الشريف الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يفسر فيها: يفرق كل أمر حكيم، يقول ينزل فيها كل أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين، يعني ما إلى احتماليا وجهيا تفسيريا، إنما هو شيء واحد. زين، فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عز وجل، يعني أنت إذا تمسكت بالمحكم تمسكت بما قاله الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا واحد إجى في المتشابه تمسك برأيه فهذا إنسان ضال، لأن أنت مأمور بأنه في المتشابه تراجع إلى الراسخين، ما لك حق ترى في ذلك رأيا. لذا نحن نقول إنه لا يصح الاستحسان ولا يصح الأخذ بالرأي. الاستحسان يعني شنو؟ يعني يعجبني هكذا، أشوف هذا حسن، أنا لست مشرعا ولا ذوقي هو المعيار في معرفة حكم الشرع. أنا أحب طعاما وأكره طعاما، هسه أنا أكره طعام لا أحبه، هذا يصير مقياس في تحريم ذلك الطعام لأنه ذوقي لا يلائم ذلك الطعام؟ لا، الناس لهم أذواق مختلفة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، المقصود اختلاف كل شيء فيكم، الألسن والألوان ظاهر، التفكير والقلوب والأذواق هذه أمور باطنة أيضا فيها اختلاف. أنا ذوقي ليس ملاك لحكم الله سبحانه وتعالى، لأن حكم الله سبحانه وتعالى لا يتبع أهواء الناس. الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. في آية أخرى يقول: أكثرهم للحق كارهون. الحق مر لا يطابق في كثير من الأحيان مع ذوقنا، لأن ذوقنا هذا يرتبط بأمر، يرتبط بشهواتنا. أنا يعجبني الشيء لأني أشتهيه، يتطابق مع شهواتي. لا يعجبني شيء لأنه لا يتطابق مع شهواتي. زين، شهواتي تكون ملاك لحكم الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الاستحسان، يعجبني هكذا. الرأي أرى هكذا. زين، أنت ترى بأي وجه، بأي مستند؟ الآن في عالم اليوم إذا القاضي جالس في مجلس القضاء يريد يصدر حكم في قضية، ماذا يقول؟ يقول استنادا إلى المادة كذا الصادرة في تاريخ كذا والمادة كذا والمادة كذا أصدرت هذا الحكم. يعني عندما يستنبط الحكم لهذه الواقعة يستند إلى مواد القانون. أما إذا قاضي إجا قال هكذا أنا شفت المتخاصمان فاستحسنت أن يكون الحق مع زيد، أو القانون ما كان في بالي ارتأيت رأيا من جيبي طلعت قانون، هذا القاضي يعزل من قضائه أو تسجل نقطة سوداء في ملفه. هذا هو بناء العقلاء أيضا على هذا. زين، في حكم الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في آية أخرى أولئك هم الظالمون، في آية ثالثة أولئك هم الكافرون. زين، يكون ذوقي هو الملاك، استحساني هو الملاك. لا، لذا الإمام يقول ومن حكم بأمر فيه اختلاف، يعني في الأمور المتشابهة، فرأى أنه مصيب. شوف، أنا قد أصبت الواقع، إما يكون من المصوبة أو لا، يقول هو هذا الحكم بعد، فقد حكم بحكم الطاغوت. لماذا؟ لأنه لم يحكم بما أنزل الله، وإنما حكم بشهواته. زين، هذا بالنسبة إلى أمر حكيم. الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل الملائكة، وفي هذه الليلة يفرق كل أمر محكم، يعني يقدر ذلك تقديرا حتميا. زين، هذا التقدير الحتمي في ليلة القدر تنزل به الملائكة على من؟ على لا أحد، على لا شيء. هذا اللغو، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث. ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. الله سبحانه وتعالى لا يعبث، لأن العبث سببه الجهل أو الحاجة. الله سبحانه وتعالى يتنزه عن كل ذلك. زين، لماذا الملائكة تنزل بهذه المقدرات؟ وعلى من تنزل؟ لازم يكون واحد تنزل عليه، كما ذكرنا في حلقات ماضية وأحاديث سابقة. زين، في زمان الرسول صلى الله عليه وآله تنزل على رسول الله باتفاق المسلمين. بعد الرسول صلى الله عليه وآله لابد أن تنزل على أحد، وهو الإمام من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، للاتفاق على أنها لا تنزل على الحكام ولا على غيرهم. زين، هذه الأمور التي الله سبحانه وتعالى قدرها بالنسبة للإمام نفسه، بالنسبة إلى الرسول نفسه. أنت يا رسول الله خلال هذه السنة ما هي وظيفتك؟ وما هو الذي يجب عليك؟ وبعد الرسول أنت أيها الإمام ما هي وظيفتك؟ وما الذي يجب عليك؟ هذا من الأمور التي تنزل في ليلة القدر. وكذلك في أمر الناس، لأن الآية هنا تقول كل أمر حكيم. في سورة القدر من كل أمر أيضا ما يتعلق بالناس. زين، هنا يجي سؤال، الله سبحانه وتعالى قدر أمورا تتعلق بالناس، هو يجريها، لماذا يخبر بها الرسول؟ لماذا يخبر بها الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ هذا يستشعر منه أنه واسطة في الفيض، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أمور هذا الكون بوسائط، مع أنه قادر على أن يجري الأمور من غير وسائط، لكن الحكمة اقتضت أن تكون هناك وسائط. الله سبحانه وتعالى يكلف ملك الموت وأعوان ملك الموت لقبض الأرواح. الله سبحانه وتعالى كلف ملائكة لتدبير أمور الكون. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يقدر أن يخلق كل إنسان دفعة واحدة كما خلق آدم، لكن الله سبحانه وتعالى باستثناء خلق آدم وحواء وعيسى من غير أب، آدم وحواء من غير أبوين وعيسى من غير أب، باستثناء هذا خلق جميع الناس عن طريق الأبوين، يعني جعلهما واسطة. وهكذا في كل الأمور، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق الناس من غير أسباب، كل واحد جالس في داره وتتساقط عليه الأرزاق، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون بوسائط، بواسطة الزراعة، بواسطة المطر، بواسطة السحاب، بواسطة العمل، وهكذا. زين، فأمور الكون الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يجعل لها وسائط، والتشريع كذلك، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي لكل إنسان مباشرة، لكن اختار الأنبياء جعلهم وسائط، يوحي لرسول الله ورسول الله هو الذي يخبرنا. الملائكة في ليلة القدر تنزل على الرسول ومن بعده على الإمام وتخبره بالقضايا. لماذا؟ هذا يشعر بأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول وجعل الأئمة واسطة في الفيض، يخبره لأن له دور، الله سبحانه وتعالى أعطاه الدور. الفرق بين المشركين وبين الغلاة وبين الموحدين في أي شيء؟ نحن نقول إن عيسى عليه السلام على نبينا وآله يحيي الموتى بإذن الله، هذه معجزة الله سبحانه وتعالى أذن له، هذا عين الإيمان. لكن ذاك النصراني يقول إن عيسى بقدرته الذاتية، هذا جعله شريكا لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه إما هو الله حسب زعمهم أو زعم بعضهم، أو هو ابن الله حسب زعم آخرين منهم. إذا أنت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأحكام التي بيّنها لأن الله أوحى له فبيّنها، هذا عين الإيمان. لكن إذا قال أحد إن الرسول لم يوحي إليه الله سبحانه وتعالى وإنما هذه الأحكام هو الذي شرعها، فهذا من الشرك. في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى تقديراته ينزلها عبر الملائكة على رسول الله ومن بعده على الإمام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون رسوله وأن يكون الأئمة وسائط في فيضه وبإذنه سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الإيمان. زين، فقط في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة ليحدثوا الرسول والأئمة بهذه التقديرات التي ستكون خلال السنة؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى في أوقات أخرى، في كل يوم، في كل أسبوع، أيضا ينزل الملائكة. ليلة القدر لها خصوصية الله سبحانه وتعالى شرفها بمجموعة من الأمور، من جملتها أنه يوحي إلى رسوله وينزل الملائكة على الأئمة يحدثونهم بقضايا العام القادم التي قدرها الله سبحانه وتعالى. لكن في سائر الأيام أيضا الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله، وأيضا الملائكة يحدثون الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن العلم لا ينحصر بالتقديرات. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية الكرسي يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله سبحانه وتعالى لا حد له. هل يمكن أن نقول أن علم الله محدود؟ كلا، إحنا علومنا محدودة لأننا محدودون. حتى الأنبياء والأئمة علمهم بالمقدار الذي علمهم الله سبحانه وتعالى، علمهم ليس بمقدار علم الله، لأن علم الله لا حد له. في سورة لقمان الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني جميع أشجار العالم إذا صارت أقلام، وجميع البحار، في 7 بحار مثلها، وهذه 7 للمبالغة. يعني الحبر يكون بمقدار لا يحصى. كل هذه الأشجار أقلام، وكل هذه البحار حبر، وتكتب مخلوقات الله التي خلقها ما نفدت كلمات الله. هاي المخلوقات والله سبحانه وتعالى عالم بها، وعلم الله لا ينحصر بمخلوقاته فقط. الله سبحانه وتعالى عالم بمخلوقاته، وعالم بكل شيء، وعالم بما لم يكن أيضا، لا حد لعلمه. فلذا الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يوحي التقديرات خلال السنة القادمة، لكن ليس العلم منحصرا بذلك. لذلك في أوقات أخرى أيضا الملائكة تنزل وتوحي وتحدث بأمور أخرى. الله سبحانه وتعالى باستمرار يزيد في علم رسوله وعلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وقل رب زدني علما، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. إنه لينزل، الإمام الباقر يقول، في ليلة القدر إلى ولي الأمر، الرسول في زمانه والأئمة من بعده، ينزل تفسير الأمور سنة سنة، تقديرات خلال السنة القادمة، يؤمر فيها في نفسه بكذا وكذا. أنت الرسول، أنت يا رسول الله، أنت يا علي بن أبي طالب، أنت يا حسن بن علي، وهكذا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يؤمر فيها في نفسه، في أمر نفسه بكذا وكذا، وفي أمر الناس بكذا وكذا، لأنه واسطة في الفيض. في أمر الناس أيضا الله سبحانه وتعالى يأمره افعل كذا ولا تفعل كذا. زين، هذا العلم الذي يوحى إليه أو يحدث به في ليلة القدر. وإنه ليحدث لولي الأمر سوى ذلك كل يوم، علم الله عز وجل الخاص والمكنون العجيب المخزون. في كل يوم أيضا الله سبحانه وتعالى ينزل علما على رسوله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا يرتبط بالتقديرات اليومية أو السنوية لأنها نزلت في ليلة القدر. قد يرتبط بالبداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر، ولكن قد يغير التقدير كما ذكرنا مفصلا في باب البداء. الله سبحانه وتعالى يقدر لإنسان شيئا، هذا الإنسان يدعو، الله سبحانه وتعالى يغير التقدير، وهو من الأول عالم بأنه سيغير التقدير. كما في النسخ، الله سبحانه وتعالى ينزل حكما وهو عالم بأنه سيغير ذلك الحكم في النسخ. حينما ينزل بحكمة ينزل، وحينما يغير بحكمة يغير. وكذلك في التقديرات التكوينية، الله يقدر بحكمة وإذا شاء يغير بحكمة. التقدير لا يحدد قدرة الله سبحانه وتعالى، مو مثل اليهود الذين قالوا إن الله خلق العالم وقدر الأمور وخلاص انتهى دوره. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. هسه الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر قدر أمورا، خلاص بعد ما يقدر يغيرها، قدرته تحددت؟ كلا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير تلك التقديرات. لذا أمرنا بالدعاء وأمرنا بالصدقة وما إلى ذلك، كما في قوم يونس، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث البداء. الله سبحانه وتعالى قدر عليهم العذاب، ثم لما تضرعوا رفع عنهم العذاب. وإنه ليحدث لولي الأمر سوى ذلك، يعني سوى ما علمه الله في ليلة القدر كل يوم، يعني في كل يوم علم الله عز وجل الخاص والمكنون العجيب المخزون، لأن أمر الله عجيب. أتعجبين من أمر الله؟ العجيب شنو هو؟ الأمر الذي لا يتوقعه الإنسان، لذا يكون عجيب عنده. مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر. ثم قرأ هذه الآية الإمام الباقر: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا حديث أيضا حول ليلة القدر وحول علم الرسول والأئمة مما يحدث لهم في تلك الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.